الا كانت تواجد في محيبقة ديال جارتي هذه جارتي ثاني وعلاش لا انا الجوره كنقولوا الجوره هما كلشي ياكي محيبقة جيت نشوف محيبقاتك واش مهليه فيهم ولا لا مهليه فيهم حق كنسقيهم بالليل بالليل باش كيصبحوا كثارين ومزيانين مزيانين يعني كيفاش كيبقاو لك دابا خضرين ها هما خضرين داكشي علاش كندير ولكن دابا كتبقاي دابا معاهم مديره مع الدراري الدراري كيبقاو الدراري لاعبين الكره واحده معاهم واحده مع الدراري بزاف كيخسروا لك بالكره هادشي هما محيبقاتك هما زوينين هادي شنو هي هادي 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 راه زوينه هادي راه كانت نايضه كلها نايضه بحال هادي شتي راه عامله نايضه هادي مخلطه هادي اللي شد اللي تخلط لك هادي مخلطه لك مع شجره اخرى هادي خصك ديريها بوحدها ديريها بوحدها فهمتيني نعزليها بوحدها باش تجي زوينه هادي راه هادي كانت بوحدها ولكن ها اللي نارت لي دابا اللي نارت لي دابا وخسرات هذه هذه خدمت عليها بوحدها واختي انا هي ناضت وسلقت لها راه ديالها تجي بنتي المحابق شدي المحابق زوينين وغادي نصاوبهم لك ياك ان شاء الله باش هادشي كلشي يولي زوين هما دابا زوينين مهليه فيهم ولكن اللي خصهم دابا نديرهم في المحابق يكونوا زوينين ان شاء الله ياكي ايوا هذه حتى هي يا ها هذه حتى هما هذه حتى هي هذه كنسميها العنكبوت هذه كنسميها العنكبوت هي حتى هي دايره هنايا هادشي زوينين كل حاجه بوحدها ولكن كتكون شي حاجه مخلطه حاجه كتقابل هذه هادي راها كتنوض كتسرح هادي حتى هي سارحه هادي دابا راه من هادي تيقولوا لي بحال الهبيله هادي حتى هي سارحه من بحال من هنايا هادي حتى هي خصها سارحه من هادي سارحه من هادي سارحه من هادي من هادي هادي شتي هي من هاد الشجره هادي من السارحه تحيد من هنا ودار في محبق اخر جديد صافي هذا حتى هي راه زوينه ولكن خصها حتى هي زوينه هادي المهم هادشي كلشي زوين غير كل حاجه تبقى بوحدها ما تخابش شي مع شي هادو كلهم هادي حتى هي هادي هي عندي انا راه هادي هي اللي ولدات هادو هادي ولدات شوفي الوليدات تبارك الله شحال فيها ديال الوليدات خاصها شي محيبق يكون زوين ونصاوبها لك في القلب تمشي اللي عندك بزاف المحابق وتحيد هذا ديال البلاستيك اللي عندك محابق زوينين ما هادشي كلشي عندك زوين وخضر شي هرسوم يا الولاد الدراري حيت الكره الكره حنا شعبيين حنا علاش دابا حنا شعبيين حنا في حينا شعبي الا جيت عندك حيت حي شعبي حيت الدراري كيلعبوا الكره حدا الدار ديالك ياك داكشي اللي كاين ايوا هادي حتى هي 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 حتى هي في هاد المحبق حتى هي خاصها تبدل بحال هكا تبقى شي محبق كبير المهم غير اللي مهرس لك هادي حتى هي كاينه هادي بوحدها زوينه من تطوان هادي حتى هي ها هادي حتى هي هي تهرست بعدا لك هادي حتى هي زوينه هادي حتى هي مخلطه مع هادي اللي كدير الوريدات وهادي كتبقى بوحدها هادي كانت عندي في واحد المحبق كبير هادي هي تهرست لك بعدا هادي هي تقطعها خليتها انا نغرسها تتعزل بوحدها هادي بوحدها وهادي بوحدها ايوا هادي لافوكا هادي دايره هنا لافوكا هادي لافوكا هادي زوينه هادي عاطيه بعدا المنظر المهم واخا لافوكا المهم في المحبق اللي كاين فيها المهم عاطيه هادي بنانه هادي معروفه بنانه هادي كتبغي الارض هادي كتبغي الارض ياك ما كتبغيش المحبق هادي كتبغي الارض باش تعطي الجدوره ديالها كتبغي الارض هذيك خصك تحط صوبي ليها شي بلاصه في الارض باش تشتيها ايوا كدير الارض ايوا حدا الدار هي هذيك المهم حينا شعبي المهم راه هكا كيكون اما ملي كنمشيو لديور الاخرين راه كنديرو في الباركوات وكنديرو وحنا شعبيين كنديرو غير حدا البيبان كل واحد كيزوق الله يجعل البركه هذا الشيء كيكون كيكون زوين انا عندي فيهم الخير عندي فيهم زوين هذه دايره هنا مطيشه مطيشه دابا عرش 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 مطيشه عرش مطيشه شوف كي داير راه تبارك الله راه ناضها انت عرش مطيشه زوينه هذيك كيقولوا ليها العنكبوت هي العنكبوت هذه كيقولوا ليها الشجره ديال العنكبوت هادي زوينه هادي كتبغي الشمس وكتبغي الظل ما كتبغيش الظل بزاف شويه ولكن كتبغي الشمس بزاف ها هي دابا هادي عندك زوينه علاش عندك زوينه حيت خضراء حيت كتسقيها مضرقه ليها حتى ولات خضراء هكا وكانت في الشمس بحال ما هادي كره تحرقات شتيها هادي محروقه حيت كتجي الشمس بزاف فهمتيني هادي مهليه فيها مضرقه حتى هكا غير هي دابا بغيتي باش تكون عندك باش يكون عندك المحابق بزاف باش تنقليهم باش نشوفوا كيفاش كننقلوها بحال هكا
باش نقلوها. ها نتوما هكا كي كنديروا ليها حتى هي الوليدات ديالها الوليدات ديالها هما هادو عرفتي كتقطعوهم بحال هكا هكا كديري ليهم حتى تي كديري ليهم حتى تي بحال هكا. دابا حنا غنوريو اللي ما كيعرفوش اللي يلاه باديات معانا واللي يلاه باغيين يعرفوا كيفاش يغرسوا الغريسات غنوريهم كيفاش يغرسوهم. ها ما انت دابا راه عارفه كيفاش غرسياتك هكا كيديروا ليهم. ها هادو هما الوليدات ديالها باش نغرسوهم كنديروا لهم بحال هكايا هكا. ها انتما شوفوا معايا هذوك ديال الله باديات اللي يلاه باغيين يعرفوا الغريسات كيفاش يديروا هكا ساهله في الغريسه ديالها هادي هكا ونديروها في الظل شويه الظل شي واحد سيمانه حتى كتشد هكا تشد لينا وديك الساعه ونديروها في الشمس نبقاو نسقيو فيها. غير دابا ها وقت الصيف وقت الصيف خصنا ما نغفلوش على المحابق ديالنا في الصيف. كما كنقول لكم دائما الفيديو ديالي دائما نقول لكم اشنو غنتهلاو في محبقاتنا في الصيف ما نكثرش ليهم الماء وما نخليهمش على الشانين. واخا تكون عليهم الحراره شي شجره ما كتسقاش كل نهار ما نسقيوهاش كل نهار نسقيوها على 3 ايام عاد نسقيوها بشويه الماء تنشوفوا التحت ديالها التحت ديالها كما كنقول دائما هكذا نقلبوا التحت ديالها واش فازك اللي كيجبد الموس هذاك الماء بزاف يعني راه فازقه ما نسقيوهاش نخليوها حتى تنشف. واخا نشوفوها محروقه من الفوق ما نسقيوهاش نقلبوا هكا باش كنخسروا النبتات كاع الشجاري علاش كنخسرهم حنا كنخسرهم بالماء هو اللي كيخص الماء. هذه لا هذه كتصبر هذه كتصبر العطش وكتصبر حتى هي كل شيء هذه هكا الوليدات ديالها كنبغي نغرسوها كنديروا لها بحال هكا ساهله في النمو ديالها هكا ايوا ما نغفلوش على محبقاتنا في البرد وما نغفلوش عليهم في الصيف نتهلاو فيهم باش نعطيهم الجمال ديالهم بيدينا باش هما يعطيونا الجمال ديالهم اللي كنتهلاو فيهم بيدينا هما كيعطيونا الجمال ديالهم حيت تهلينا فيهم بيدينا. هاكا هاد النبته هادي بحال هاكا بحال هاكا كتغرس اللي ما عرفاش كيفاش تغرس هكذايا صافي نديرو زيت الماء ونخليوها ما نديروش الشمس غطيها بالماء ايه تعمل بالماء مزيان حيت تتخات تتشرب غير ما نديروهاش ملي نصاوبوها ما غنديروهاش في الشمس ديريكت نخليوها في شي بلاصه فيها الظل باش ما تخس باش ما تلواش لينا تطلق لينا الجذوره ديالها. وهي هي كدار اغلبيه هذه كدار حتى في الماء نحيدوها نقدروا نحيدوها راه نقدروا نحيدوها من بلاصتها نخويوها من هادين نخويوها ونشدو لنا نعطيكم مازال الفيديو ديالها ملي كنحيدوها نغسلوها ونديروها في شي قرعه ديال الماء كتنوض عا في الماء كتنوض في الطراب وملي غنحيدوها كامله هاد الام كامله كنغرسوها كدير جدوره ثاني غير في الماء كتعيش لينا في الماء في شي كونوار كيما كنقول فوق البوطاجير فين ما عشقت انا غنديرها غادي نديرها هكاك في الماء تعيش في الظل تعيش في الظل تعيش في الظل. هو هذا مكان مع هاد النبته هادي راه كيفكم كل نبته غنعطيكم عليها معلومات اشنو غادي كيفاش تغرس كيفاش تسقى وكيفاش ما تسقاش. هادي حتى هي كتبغي تسقى عادي هادي غير ما تكثروش ليها الماء ما ديروهاش في الشمس باش تبقى خضراء. هادي شوفي كي جميله هادي حيت علاش حيت خضراء حيت بقات ما كضرش فيها الشمس بزاف وما كايناش في الظل بزاف شوفي هذا كيسموه العنكبوت. ايوا نتلاقاو في الفيديو الجديد ان شاء الله بشي حاجه جديده شي نكته جديده ان شاء الله واستودعكم الله.